يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا بحالها، وحشتوني جدا جدا من القصة اللي فاتت، وأنا النهاردة جاية لكم بقصة جديدة واثقة ومتأكدة إنها هتعجبكم جدا بإذن الله، بقلم المبدعة هدير مصطفى. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ قصتنا. بطلتنا كانت قاعدة في العزا والحزن مالي عينيها، والناس موجودين حواليها بيواسوها. عدت ساعات وكانت تقيلة جدا على قلبها، والناس بدأت تقل من حواليها لحد لما لقت نفسها لوحدها، فقفلت باب شقتها وقعدت تلف وتتأمل في البيت اللي خلاص بقى فاضي عليها وثواني، ودخلت أوضة مامتها عشان تشوف قدام عينيها ذكرى يوم وفاتها، لما كانت الأم نايمة على السرير وبنتها قاعدة جنبها وماسكة ايديها. يلا يا ست الكل عشان تاكلي وكمان تاخدي علاجك. خلاص يا رهف، ما عادش ليه لازمة، كل العلاج بقى زي قلته يا بنتي. بطلي دلع بقى يا جميلة هانم. اسمعيني كويس يا رهف، انا حاسة انه خلاص النهاية قربت. بعد الشر عليك يا امي، ما تقوليش كده. انا مش خايفة من النهاية دي يا جميلة، انا مستنية ده من زمان قوي، عايزة اروح لمراد. يعني عايزة تروحي لبابا وتسيبيني لوحدي؟ انتي مش هتكوني لوحدك يا رهف، انتي ليكي اهل وعيلة كبيرة قوي يا بنتي. ايه؟ ايه الكلام ده يا ماما؟ احنا طول عمرنا لوحدنا وملناش غير بعض. عائلة الالفي اصحاب مصانع الملابس المشهورة، تبقى عيلتك يا رهف يا بنتي، مش مجرد تشابه اسماء زي ما كنت بقولك. معقول؟ معقول الكلام ده يا امي؟ اسمعيني كويس يا رهف، خلاص مفيش وقت للكلام، في خزن الدولابي هتلاقي جواب انا كتبته ليكي، اقريه كويس وافهمي كل كلمة فيه، لان ده هو وصيتي ليكي ولازم تنفذيها يا رهف عشان ارتاح في تربتي. هتوحشيني يا حبيبتي، هتوحشيني قوي. قالت كده وغمضت جميلة عينيها وسابت ايد رهف للمرة الاخيرة، ورهف فضلت تنادي عليها وتصرخ باقصى صوت عندها من غير اي فايدة، لانه خلاص مفيش امل. وهنا رهف فاقت من شرودها ومسحت دموعها وهي بتكلم نفسها، معقول يا امي فات 40 يوم اهون عليكي تسيبيني لوحدي كده؟ وفي اللحظة دي اتردد صوت الأم في ودنها وهي بتقولها ان في خزنة الدولاب هتلاقي جواب كتبته مخصوص ليها، فجريت بسرعة وفتحت الخزنة ولقت شوية أوراق وصور قعدت تقلب فيهم وهي بتعيط، لحد لما لقت جواب مكتوب عليه جملة خاص برهف، فما ترددتش لحظة وفتحت الجواب وبدأت تقراه، واللي كان مكتوب فيه: رهف بنتي الوحيدة وأقرب الناس لقلبي، انا بكتب لك الجواب ده عشان احكي لك فيه اللي ما قدرتش اقوله ليكي، وما دام انت بتقريه دلوقتي يبقى انا خلاص ما بقتش موجوده معاكي. الحكايه بدات لما انا كنت بشتغل في المصنع بتاع عيله ابوكي من اكتر من 20 سنه، ساعتها كنت بنت 18 سنه ما كنتش اعرف اي حاجه في الدنيا، لحد لما قابلت ابوكي مراد بيه الالفي، كان جاي زياره للمصنع وشافني بالصدفه، كنت مجرد بنت غلبانة قاعدة على ماكينة خياطة وطالع عينها في الشغل عشان تصرف على نفسها، لاني كنت وحيدة ومليش حد. عجبته وبقى يجي المصنع كتير، وبالنسبة لي كان حلم ان مراد به يبصلي اصلا، لحد لما جه في يوم ولقيته مستنيني بعربيته قدام المصنع وطلب مني انه يعزمني في مكان عشان عاوز يتكلم معايا، بس طبعا انا رفضت. كنت كل يوم الاقيه مستنيني وكل يوم يكرر طلبه، لحد لما وافقت وخرجت معاه. جميلة انا معجب بيكي جدا. يعني ايه معجب بيا يا مراد بيه؟ احنا ناس بلد وملناش في الاعجاب والكلام ده، واللي عايزنا بيجي من الباب. وسبته وقتها ومشيت، ولقيته تاني يوم مستنيني زي عادته، بس المرة دي طلب اني اخرج معاه لاخر مرة. رحت معاه وقال لي انه يتجوزني، كنت طايرة من السعادة وقتها، لان انا كمان حبيته جدا من اول مرة شفته فيها، بس صدمني لما كمل كلامه وقال لي انه عاوز يتجوزني في السر. ضحكتي اتحولت لدموع وسعادتي اتحولت لحزن، قمت وسبته ومشيت من غير ما رد عليه. بعدها بقيت الاقيه في كل مكان اروحه وكأنه بيراقبني،
وفي يوم قررت أسيب الشغل في المصنع بتاعه، وفعلا حبست نفسي جوه بيتي. كان مراد بيفضل واقف تحت بيتي بالساعات، كنت كل ما بص من الشباك ألاقيه واقف. وعدى شهر وأنا لسه ما بخرجش من البيت، لحد لما لقيت الباب بيخبط. فتحت لقيت مراد، وقتها فرحت إني شفته. عايز إيه؟ أخيرا شفتك، انا بقالي شهر مستني انك تخرجي عشان اشوفك او حتى المحك، واخر ما زهقت طلعت خبطت عليكي. وبعد ده كله انا خلاص قررت اني اقول لاهلي وهنيجي نخطبك. وبعد ما قالها سابني ونزل وراح لاهله فعلا، بس طبعا رفضوني. ازاي ابن البشوات يتجوز واحده زي ابوكي؟ حاول كتير وجرب معاهم اكتر، شهور كتير فاتت وهو بيحاول معاهم، لحد ما في يوم كنت انا وهو قاعدين في مطعم. جميلة تعالي نتجوز، مش في السر، انا عارف انك وحيدة وملكيش حد، هاخدك من هنا وهجيبلك احلى شقة وعايشك في دنيا مفيش احلى منها. هنتجوز على سنة الله ورسوله وكل الناس هتبقى عارفة، بس ما عدا اهلي. وده هيبقى مش في السر يا مراد؟ اسمعيني يا حبيبتي، انا ابويا مستحيل يوافق على جوازنا، وهندخل في مشاكل ملهاش اخر. خلينا نتجوز وكل اللي حواليكي هيبقوا عارفين بالجوازه دي، اهلي بس اللي مش هيبقوا عارفين. بس انا مش عار ولا خطيئه عشان اعيش حياتي بالشكل ده. وسبته وانا بعيط ومشيت فورا، وهو طلع يجري ورايا. بس انا ركبت تاكسي قبل ما يوصل لي. يومها ابوكي عمل حادثه وهو بيحاول يوصل لي، الحمد لله جت سليمه. بس وقتها تأكدت ان محدش هيحبني قده، وانه مستعد يضحي بحياته علشاني. ورحت له المستشفى وانا بستخبى عشان محدش من اهله يشوفني، ودخلت له فعلا واطمنت عليه. ووقتها قلت له انا موافقه على الجواز يا مراد. وقتها ما كانش مصدق نفسه من الفرحه، وبمجرد ما خرج من المستشفى اتجوزنا وجاب لي شقه، خدني وعشنا سوا احلى ايام وشهور. وربنا رزقني وكنت حامل فيكي، كان كل يوم حبنا بيكبر اكتر من اللي قبله. بس للاسف السعاده دي ما استمرتش، جدك بدا يطلب من ابوك انه يتجوز، وجدتك كانت كل يوم والتاني بتجيب له عروسه، وهو كان بيرفض، لحد لما جدك شك في ابوكي وطلب من حد انه يراقبه وعرف بجوازنا. وساعتها جدك جالنا البيت بنفسه. بقى هي دي اللي ضحك عليك ومخليك مش عاوز تتجوز؟ جميلة تبقى مراتي يا بابا. وايه يعني؟ انا هعتبرها نزوة بس بعقد جواز، طلقها يا مراد. مستحيل، انا وجميلة بنحب بعض، ما اقدرش اعيش من غيرها، هي وبنتي اللي في بطنها. وانا مستحيل اقبل بالجوازه دي، ومستحيل اعترف بالحفيد ده. وقدامك حل من الاتنين يا مراد، يا تطلقها يا تعتبر نفسك من السعاده ملكش اب. يعني ايه يا بابا؟ اظن كلامي واضح. او خلي في معلومك، لو اخترت البنت دي مش هتخسرني انا وبس، لا ده انت هتخسر كتير كتير قوي كمان. وانا مستحيل اخسر جميله. كده يبقى هاتلي مفتاح عربيتك، ومن النهاردة ما تدخلش بيتي ولا مصنعي، وخلي الست جميلة تنفعك، وانا متأكد انها هي اللي هتسيبك لما ما تلقاش حيلتك حاجة. واخد مفاتيح العربية فعلا وخرج من البيت، ومراد قعد وهو بيبكي على خسارته لأبوه. رحت له وانا بعيط على اللي حصل. سيبني يا مراد، طلقني، انا مش عايزة اكون السبب في خسارة اهلك، مامتك واخواتك اكيد هيقفوا في صف باباك. بس يومها باباكي أخدني في حضنه وقال لي إن أكيد كل حاجة هتتحل، وإن غضب باباه مش هيطول. بس اللي ما كناش نعرفه إنه إدى أمر لكل الحرس اللي على الفيلا واللي على المصنع برضو إنهم ما يدخلوش مراد، وإنه فعلا قطع كل حاجة بتجمع مراد بعيلته. بس قررنا نكمل المشوار سوا، بعنا كل حاجة كانت عندنا، البيت والذهب وكل حاجة، رجعنا عشنا في بيتي اللي في الحارة، وفتحنا مشروع صغير. ربنا أكرمني بيكي وسعادتنا رجعت من تاني، لحد لما أبوكي مشي وسابنا أنا وإنتي وبس. قبل ما ربنا ياخد أمانته قال لي إنك لازم تعرفي مكان أهلك عشان تكملي حياتك وسطهم. كان وقتها عندك 7 سنين، خدتك ورحت بيت جدك عشان أعرفهم إن ابنهم راح وساب لهم بنت زي القمر من لحمهم ودمهم، وإنه لازم ياخدوك في حضنهم وتتربي وسطهم. بس هم رفضوا،
رفضوا يقابلوني وفكروني رايحة أطلب منهم فلوس، واضطريت ان اسيبهم كده من غير ما يعرفوا حتى ان مراد توفى. وكتبت لك الرساله دي عشان تروحي لهم. انا مش هطمن عليكي وانت لوحدك يا بنتي، لازم تروحي لاهلك يا رهف، عرفيهم بوجودك وعرفيهم، وساعتها يبقى ليكي الاختيار، يا تكملي وسطهم يا تبعدي عنهم. دي رسالتي ووصيتي ليكي، وارجوكي نفذيها عشان ارتاحي يا رهف. وقفلت رهف الرساله والدموع مالت عينيها. ليه كده؟ معقول في أسوأ بالشكل ده؟ إزاي أهلي يتخلوا عن ابنهم بالسهولة دي؟ ومسكت صور أبوها. وحياتك يا بابا، بحق كل اللي اتعمل فيك، أنا لازم أخد لك حقك منهم كلهم. وبدأت رهف تجمع معلومات عن العيلة، وعرفت إنهم على وشك الإفلاس، وعرفت الطريقة اللي هتدخل وسطهم بيها وتقدر تتحكم فيهم. وراحت لصديق طفولتها اللي هيقدر يساعدها في ده، وبمجرد وصولها لشركته دخلت لمكتبه. بجد مش مصدق نفسي والله، أستاذة رهف عندنا، أخيرا وافقتي تتكرمي وتشتغلي معايا. بصراحة أنا جاية لك في موضوع أهم من الشغل. خير يا حبيبتي، قلقتيني. تعرف تميم اللي قال فيه؟ ده صاحب الشركة اللي أنا داخل معاه شراكة في المصنع الجديد. يبقى ابن عمي. ايه؟ لا مش ممكن، ازاي؟ أنا عارفة إنه جالك وطلب منك الشراكة دي عشان ينقذ نفسه هو وشركته، لأنه خلاص قرب يعلن إفلاسه. ودي حقيقة، أنا وافقت بشرط إني أكون شريك بنسبة 51% ويكون ليا حق الإدارة. أنا عاوز أدير الشركة دي. نعم يا أختي، وده عشان إيه؟ أو بصفتك إيه أصلاً قصادهم؟ عشان أنا عاوزة أخد حق من العيلة دي. وبالنسبة لإيه صفتي؟ إن شاء الله تقول لهم أنا أختك، صاحبتك، أو خطيبتك، أي حاجة. أنا مش فاهم حاجة خالص. هفهمك كل حاجة. وبدأت رهف تحكي له كل اللي حصل، واتفقوا مع بعض انهم هيقولوا انها شريكته في الشغل، وانها هتكون معاه في ادارة الشركة، وبدأوا يخططوا لكل حاجة لحد لما جه ميعاد توقيع عقد الشراكة. كانت في حفلة صغيرة في بيت العيلة، ودي كانت اول مرة رهف تشوف عيلتها فيها. ووقفت عربيتهم قدام البيت وبصت ليه وهي جواها حقد وكره كبير جدا لكل واحد فيه. كانت من قلبها بتقسم انها هتكون سبب في تغيير حياتهم كلها. فبص لها حسام، حاولي ترسمي الضحك على وشك، احنا في حفلة يا بنتي. مش قادرة يا حسام. لازم تتحكمي في اعصابك، كلها لحظات، وهتشوفي كل فرد في العيلة دي وهتسلمي عليه، ولازم تظهري ليه كل الحب والتقدير. فابتسمت رهف ونزلت من العربية ومعاها حسام، ودخلت البيت عشان تبهر كل الموجودين بفستانها الشيك جدا وابتسامتها اللي تجذب اي حد ليها، وشعرها البني الطويل ولون عينيها الجميلة وكل تفاصيلها، وكأنها قصدة تلفت انتباه كل اللي يشوفها. واستقبلهم تميم الألفي وسلم على حسام. اتأخرت كده ليه يا حسام؟ علم الهانم جهزت يا سيدي. وقتها التفت تميم لرهف اللي كانت دي أول مرة تشوفه فيها، واللي لفت انتباهها فيه إنه شبه مراد باباها جدا، أبوها اللي اتحرمت منه قبل ما تلحق تحفر صورته في ذاكرتها، فاعتمدت على الصور والحكايات اللي مامتها كانت بتحكيها لها، وابتسمت بمجرد ما شافته لأنها حست إنها شافت باباها، وهو كمان بدلها بالابتسامة ومد إيده وسلم عليها. نورتي الحفلة يا هانم، أنا تميم الألفي. وانا رهف قطعها حسام بسرعة قبل ما تكمل اسمها. هو الباشا مختفي فين؟ قصدك بابا ولا جدي؟ انا عاوز اتعرف بالعيلة كلها. اتفضلوا، كلها دقايق وهنتجمع كلنا. وبدأوا يتحركوا في انحاء البيت ويتفرجوا عليه، وبعد تميم عنهم شوية فاتكلم حسام. معقول كده رايحة تقولي له اسمك الحقيقي رهف الالفي؟ ما حسيتش بنفسي، انا حسيت اني واقفة قدام بابا، تميم شبهه قوي. احنا لسه على البر يا حبيبتي، مدام ما بتعرفيش تعومي يبقى بلاش ترمي نفسك في البحر. امال ارمي نفسي فين؟ في حضنهم؟ الحضن اللي ابويا انطرد منه زمان واللي بابه تقفل في وشي؟ انا مش عايزة منهم اي حاجة، انا بس هعيشهم اللي عايشوه لبابا وماما. طب غيري الموضوع، تميم جاي. اتفضلوا معايا لأوضة جدي عشان يتعرف بيكم، معلش هو مريض مش بيخرج من أوضته. ألف سلام عليه.
الله يسلمك. وراحوا مع تميم لأوضة الجد، وأول ما رهف دخلت شافت جدها وعمها وبنت شابة وست كبيرة شوية، وبدأوا يتعرفوا. مساء الخير يا جماعة، أقدم لكم رهف شريكتي في الشغل. أهلا بيكم يا ابني، طبعا انتوا تعرفوا الباشا الكبير بتاعنا والدي، وتميم ابني. أقدم لكم بقى المدام بتاعتي، أما دي بقى فتبقى هنا بنت الصغيرة. وبصت ليهم رهف والكره مليها، بس كانت بتداريه بضحكتها وراحت سلمت عليهم. وبدأت بالجد اللي بمجرد ما قربت منه اتكلمت وقالت اني اشوف حضرتك ده شرف كبير قوي ليا. وقتها رفع الجد عينه، واول ما شافها لاحظ الشبه الكبير ما بينها وبين جميلة مرات ابنه، واتكلم بلهفة: جميلة انت فين يا بنتي؟ دورت عليك كتير قوي، فين بنتك وبنت مراد؟ وجري عليه تميم وابوه وهما بيحاولوا يهدوه. هو جده ما اخدش العلاج ولا ايه؟ هنا انا اديتهوله بايدي. طب هاتيلي المهدئ وكوباية عصير بسرعة. وبالفعل هنا جابت العلاج، وتميم اداه لجده، ورهف فضلت واقفة وهي شايفة عصبية الجد اللي كان بيصرخ. اتكلمي يا بنتي، قوليلي حفيدتي فين وابني مدفون فين؟ انا عارف انك زعلانة مني، بس ردي عليا عشان خاطري. انا اسف، العظمة كانت واخداني وجيت على مراد قوي زمان، والله هعوضك انتي وحفيدتي على كل اللي فات. وبدأ صوت الجد يهدى لحد ما اختفى خالص ونام تحت تأثير العلاج. اتفضلوا معايا على أوضة المكتب. احنا اسفين على اللي حصل، والدي مريض زهايمر وبتجيله النوبات دي على طول، بس دي اول مرة تحصل بالشكل ده. تقصد ايه؟ على طول لما كانت النوبات دي بتيجي لجدي كانت دايما بتجيله معايا انا، كان بيشوف ان انا ابقى عمي مراد بسبب الشبه اللي ما بيني وبينه. هي مين جميلة دي اللي جده قال اسمها؟ جميلة دي تبقى مرات عمك مراد يا هنا. كفاية كلام في الموضوع ده، خلينا نتكلم في الشغل. عندك حق، يلا نوقع العقود. اما رهف فكانت مصدومة جدا من كل اللي حاصل حواليها، وخلص اليوم على كده. وروحت وهي بتفكر في كل كلمة جدها قالها، وكانت بتسأل نفسها: معقول جدي كان بيدور عليا وعايزني؟ لا، ده كان بيقول كده بسبب النوبة اللي كانت عنده، ولما يفوق أكيد هينسى كل كلمة قالها. أو بالفعل أقنعت نفسها إن كلامه بسبب النوبة اللي بتجيله، وبدأت تشتغل في الشركة، وكل يوم كانت بتفرض سيطرتها على الشركة أكتر من اليوم اللي قبله، لحد لما بقت هي رقم واحد في الشركة. كانت بتستقوى على الكل ما عدا واحد بس، واحد بس اللي كانت رهف بتهرب منه طول الوقت، بالرغم من إنها دخلت جوه العيلة واتصاحبت على هنا وقربت من الأب والأم، وبقت علاقتهم سوا حلوة جدا. أما تميم فهو اللي كانت بتهرب منه، بس هو دايما بيقرب منها. وفي يوم كانوا في حفلة تميم وهنا وحسام ورهف، وطلب حسام انه يرقص مع هنا، ووافقت وقامت ترقص معاه. اما تميم فبص لرهف: تسمحيلي بالرقصة دي؟ للأسف ما بعرفش ارقص. ابقي بصي في عيوني وسيبيلي نفسك. واخدها وقاموا يرقصوا. اما عند حسام: تعرفي ان شكلك حلو قوي النهاردة؟ ايه ده، هو انا قبل كده كنت وحشة؟ ابدا خالص، انا اقصد انك زدتي فوق جمال الجمال. شكلك حلو قوي وانت مرتبك، طب ليه الاحراج ده بقى؟ هو انا ممكن اسألك سؤال؟ طبعا اتفضل. هو انتي وحسام بينكم حاجة؟ بينا شغل بس، وصداقة واخوة. فاتكلم بابتسامة: فكرت في حاجة ما بينكم، الحمد لله ريحتي قلبي. هو احنا ممكن نقعد؟ زهقتي مني ولا ايه؟ معلش تعبت شوية وعايز اخرج اشم هوا. طب اجي معاكي؟ لا من فضلك. وسبت وخرجت ووقفت في البلكونة، فشافها حسام واستأذن من هنا، وراحوا لقاها واقفة في الضلمة ودموعها نازلة، فقرب منها: رهف مالك يا حبيبتي زعلانة ليه؟ أول ما شافته اترمت في حضنه، فطبطب عليها وكمل كلامه: تميم قالك حاجة تزعلك؟ طب قوليلي مين مزعلك؟ قلبي يا حسام مزعلني جدا، مش راضي يقتنع، زهقت أقوله ما ينفعش، وزهقت أقوله ابعد ابعد عن الحب، وبرضه مفيش فايدة. طب يلا خليني أروحك، استنيني هستأذن منهم وجيلك.
وبالفعل دخل حسام يستأذن منهم وخرج وروح وروح هو كمان على بيته. وجه تاني يوم كانت في مكتبها بتفكر في تميم، وكل ما تحاول تفكر في حاجة تانية أو تنشغل عنه تلاقي نفسها رجعت تفكر فيه من تاني. فمسكت ورقة وقلم وبدأت ترسم وهي بتكلم نفسها: اشمعنى أنا؟ وليه أنت بالذات؟ أنا مش قادرة أقف قصادك، يمكن عشان أنت شبه بابا، حسك وكأنك هو، شكلك وطريقتك وأسلوبك وكل حاجة. وفاقت رهف على صوت خبط على باب مكتبها، فبصت على الورقة ولقت نفسها رسمت تميم، فخبت الورقة جوه الدرج بسرعة وأذنت بالدخول، وطلع تميم اللي كان بيخبط: بقالي ساعة بخبط، اللي واخد عقلك يتهنى بيه. ضحكت رهف على كلامه: المهم أنا جايلك عشان أقولك إني مسافر كام يوم كده، رايح عاين مكان هنستورده للمصانع، تحب تيجي معايا أنت وحسام؟ أكيد مش هينفع نسافر كلنا ونسيب الشركة كده، سافر أنت بالسلامة وأنا هنا، واعتمد عليا. خلاص ماشي، هقوم أنا عشان ألحق أجهز نفسي للسفر. ولحظتها طلعت رهف ملف من درج المكتب: معلش يا تميم، من فضلك وقع على الأوراق دي عشان أخلص شوية حاجات كده على ما تروح وتيجي بالسلامة، ولو تحب تقرأ الورق قبل ما تمضي اقرأ. إيه اللي انت بتقوليه ده يا رهف؟ أنا مأمنك طبعا. ومضى على الورق بدون ما يقرأ أي كلمة. اتفضلي يا ستي الورق، تحبي أمضي على حاجة تانية؟ لا شكرا. طب أنا ماشي، مع السلامة. ومشي تميم ووقف عند الباب. رهف: نعم. أنا بحبك وما أقدرش أعيش من غيرك، هستنى ردك لما أرجع. وخرج من المكتب فورا. وبعد ما خرج دخل عليها حسام: إزايك يا جميل، عامل إيه؟ أو مالك سرحانة في إيه كده؟ لا أبدا، المهم الخطة ماشية زي ما احنا عاوزين بالظبط، تميم هيسافر من هنا وأنا هكمل شغلي على طول، هو أكيد لما يجي هيتفاجأ. أنا وصلتك لحد هنا ولسه معرفش أنت ناوي على إيه. هتعرف بس مش دلوقتي. طيب يا حبيبتي، أنا هروح أشوف شغلي، بس عاوز أقولك إنك لازم تفكري كويس قبل ما تاخدي أي خطوة، ومش لازم نعتمد على عقلنا في كل حاجة، ممكن قوي نركن العقل شوية ونعتمد على القلب. وخلص كلامه وخرج من المكتب، أما هي فمسكت الملف اللي تميم مضى على كل الأوراق فيه وطلعت ورقة معينة وبصت فيها. النهاية خلاص قربت، حتى لو هدوس على قلبي معاها. وبعد أيام كانت رهف قاعدة على المكتب وسمعت صوت تميم اللي كان بيزعق: يعني ايه الكلام ده؟ دي شركتي انا. فخرجت بسرعة من المكتب: في ايه؟ ايه الصوت العالي ده؟ ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ يعني ايه اجي ادخل الشركة الاقي امن جديد واقف على الباب وبيقولي ممنوع الدخول، ولما قلت لهم اسمي قالولي اني انا بالذات ممنوع من الدخول؟ طيب وفين الغلط؟ هم بيقوموا بشغلهم وانا اللي قلت لهم يعملوا كده، انت زعلان من ايه؟ رهف انت نسيت انا مين؟ انا تميم الالفي صاحب الشركة دي. كنت صاحب الشركة، دلوقتي انا صاحبتها. نسيت اقولك انك مضيت على توكيل عام قبل ما تمشي وانت مش واخد بالك، وانا خليت جدك يمضي هو كمان على توكيل، وبناء عليه انا بعت كل املاككم ليا بما فيهم نصيبك في الشركة دي وعربيتك، وتقريبا في شقة فخمة كده انت لسه شاريها من كام شهر، وحتى القصر اللي انتوا عايشين فيه بقى ملكي انا خلاص، هو باختصار ما عادش حيلتكم حاجة. تميم كان واقف بيسمع كلامها مش عارف يرد عليها يقول لها ايه، ولا عارف هي ليه عملت كده. وسابته ودخلت على مكتبها وهو حاول يدخل لها، بس الامن طرده وطلعه بره الشركة، فراح لحسام عشان يفهم منه، بس اكتشف انه مسافر بره البلد واضطر يروح للقصر عشان يحكي لاهله على كل اللي حصل. وفي وسط ما هم قاعدين وبيتكلموا مع بعض دخلت رهف عليهم ومعها ضابط شرطة، فتفاجئوا كلهم بمجرد ما شافوها. أنا معايا حكم بالتمكين من البيت وأتمنى أنكم تفضوه في أسرع وقت ممكن، مش تخريف يا عمي، حتى أسأل تميم به. تميم وقتها كان قاعد ساكت وحاطط وشه في الأرض وهو بيفتكر كل لحظة فكر فيها، وكان بيتمنى أنها تكون بتحبه زي ما هو بيحبها، فاتكلم بضعف: أنت ليه عملتي كده؟ وفي نفس اللحظة دخل عليهم الجد: جميلة أنت جيتي يا بنتي، ما جبتيش مراد معاكي ليه؟ ازيك يا جدي، انا مش جميلة، انا رهف بنت جميلة ومراد.
ووقتها كلهم استغربوا من كلامها. وفاق تميم من صدمته: بنت عمي؟ أيوة بنت عمك اللي انطرد من البيت ده وأهله اتبروا منه لمجرد إن حب جميلة واختارها. بنت مراد يا عمي، مراد أخوك اللي كان بيجي يقف قدام البيت ده ويشوفكم من بعيد ويتحسر بسبب بعدكم عنه. بنت جميلة اللي جات لك لما مراد توفى وانت طردتها من وهي على الباب ورفضت حتى انك تشوفني يا جدي. انا رهف مراد الالفي النهاردة واقفة قدامكم وانا صاحبة كل حاجة وانتوا ولا حاجة. انا همشي دلوقتي وهديلكم فرصة اسبوع واحد بس تفضوا فيه القصر ومسموح لكم تاخدوا منه اي حاجة انتوا عاوزينها. وخرجت وسابتهم وهما متفاجئين من كل كلمة سمعوها. آخر حاجة كانوا يتوقعوها إنها تبقى بنت مراد، أما رهف فراحت على بيتها القديم وهي حبسة دموعها. وبمجرد ما دخلت أوضتها اترمت على سريرها وبدأت دموعها تنزل وهي بتبكي وتقول: أخيرا خدت حقك يا بابا، أنا خدت منهم كل حاجة وأي حاجة بيمتلكوها. أخيرا يا بابا، عارفة أني خدته بالغش والخداع بس كان لازم انتقم لك واشوف في عينهم نفس اللي عملوه فيك زمان. ورجعت بذاكرتها لما راحت للبيت ومحدش كان هناك غير الجد لوحده والشغالين، ودخلت له الاوضه وكان قاعد لوحده. بمجرد ما شافها: جميله، رهف غيرت من اسلوبها واتكلمت بطريقه جميله مامتها: ازيك يا باشا؟ ايوه انا جميله. حفيدتي فين يا جميله؟ نفسي اشوفها. بس كده من عينيا، بس معلش يا باشا عايزة منك امضة صغيرة خالص على الورقة دي عشان اجيب لك حفيدتك واجيلك. حاضر همضي، بس تجيبي لي حفيدتي. ومضى الجد الورقة ورهف خدتها وخرجت من البيت فورا. وهنا فاقت رهف وهي بتبكي: انا خدعتهم وضحكت عليهم عشان اجيب لك حقك، بس انا اللي تعبت يا بابا، انا كمان خسرت في اللعبة دي، خسرت قلبي. ايوه انا حبيت ابن عمي تميم، حبيته قوي للأسف. وفضلت رهف تعيط على قلبها اللي وجعته بإيدها. ورن تليفونها وكان المتصل حسام، فردت عليه: ألو أنت فين يا حسام؟ تعال بسرعة أنا تعبانة جدا، تعال أرجوك. أيوة أنا في بيتي القديم. وبنسيبها وبنروح لتميم اللي كان قاعد بيفكر في كل حاجة حصلت. معقول رهف تبقى بنت عمي وظهرت في حياتنا بس عشان تنتقم مننا؟ هدفها كان الانتقام وبس؟ طب وحبي ليها؟ معقول عملت كده في قلبي عشان تنتقم؟ انا لازم اوصل لها واتكلم معاها. وفي نفس الوقت ده رهف كانت قاعدة مع حسام وهي بتبكي: كان لازم اسمع كلامك يا حسام، انا المفروض كنت احكم قلبي مش عقلي وبس. انا بحب تأميم، بحبه قوي، انا ليه عملت كده؟ كان المفروض انسى الماضي. ولما تميم قال لي انه بيحبني كان المفروض اقوله ان انا كمان بحبه قوي، كلمة سهلة جدا. واثناء انهيار رهف رن تليفون حسام وكان تميم هو اللي متصل من رقم غير رقمه، فرد عليه واول ما فتح سمع صوت رهف اللي كانت منهارة وبتعيط وبتكمل كلامها: انا بحبك قوي وعايزة اكمل حياتي معك، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. الو انت بتكلم مين؟ هو ده وقته؟ اهدي بس يا حبيبتي. تميم قفل التليفون وهو حزين جدا لانه فكر ان رهف بتعترف بحبها لحسام. اما رهف فكملت كلامها: فلوس ايه وزفت ايه؟ انا مش عايزة فلوس، انا عايزة لمة، عايزة عيلة، عايزة حضن ترمي فيه وقت تعبي، عايزة ايد تمسح دموعي. حسام انا تعبانة جدا. معلش يا حبيبتي، ممكن تدخلي تنامي دلوقتي وكل حاجة ان شاء الله بكرة تتحل. تفتكر؟ توكلي على الله انتي بس. ودخلت رهف تنام وحسام سابها ومشي. وفاتت الايام وعدى الاسبوع وراحت رهف لبيت العيلة، لقيتهم كلهم مجهزين شنطهم. غريبة يعني جاية المرة دي من غير ظابط. عدلت رهف نظارتها الشمسية اللي كانت لابساها عشان تداري دموعها وراحت لعمها واتكلمت: اتفضل يا عمي، دي كل الأوراق والمستندات اللي بتقول إن حاجتكم بقت ملكي، كل حاجة رجعت لكم من تاني. يعني إيه؟ الحاجات دي مش من حقي، وأنا عمري ما أخد حاجة مش بتاعتي، وبعدين أنا مش عايزة فلوس ولا شركات ولا بيوت، أنا بس كنت عاوزة أحسسكم باللي حسوه بابا وماما وعاشوه من سنين طويلة. جميلة أنت جيتي؟
وراحت رهف لجدها وباست ايده. انا مش جميلة يا جدو، انا رهف بنتها هي وابنك مراد، انا رهف حفيدتك. وفرح جدها واخدها في حضنه، وبعدين سابته وراحت لام تميم. انا اسفة، ما تزعليش مني واعتبريني زي هنا، اعتبريني عيلة وغلطت. هعتبرك زي هنا وانتي اعتبريني زي جميلة وتعالي في حضني. ورهف حضنتها بحب وبعدين راحت لهنا. هو انا مش عارفة اقولك ايه، بس انا حبيتك، حسيتك زي ما تكوني اختي ودخلتي قلبي، كنت كل ما اشوفك ببقى عاوزة اخدك في حضني واقولك ان انا مش صاحبتك، انا بنت عمك واختك. واترمت في حضنها بفرحة كبيرة، بس انا بنت عمك واختك. فابتسمت رهف، حسام بيحبك قوي، اوعي تضيعي من ايدك، مش سهل ان نلقى حد بيحبنا. بيحبني؟ طب وانتي؟ انا ايه؟ ده مش بيندهلك غير بكلمة حبيبتي. انا وهو اخوات في الرضاعة ومتربيين مع بعض. وفرح تميم جدا من اللي سمعوا منها، بس ما عملش اي رد فعل. فابتسمت رهف لهنا، ده بجد؟ ايوه بجد يا هنا، اسيبكم انا بقى. رايحة فين؟ هرجع لرهف القديمة. لا خليكي معانا. ما ينفعش. وما ينفعش ليه يا بنتي؟ انتي بنتنا وليكي حق معانا، نصيب ابوكي كله محطوط وديعة في البنك، ومحدش يقدر يقرب منه الا انتي. من يوم ما عرفت بوجودك وانا بدور عليكي، وصفيت الشركات وشلت مراسك لحد ما تظهري. صدقني انا مش محتاجة فلوس. وسابتهم ومشيت في طريقها، بس قبل ما توصل للباب تميم ندى عليها. يعني ودعت الكل الا انا؟ اتجاهلته وكملت في طريقها. لسه ما ردتيش علي على فكرة، انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك، تتجوزيني يا رهف؟ وفي نفس اللحظة دخل حسام اللي اتكلم وقال، بعد اذنك يا عمي، وانا بحب اختك وما اقدرش اعيش من غيرها، هتجوزهاني؟ هجوزك اختي. وبص تميم لهنا فابتسمت بكسوف، بعد اذنك يا حاج، السكوت علامة الرضا، احنا موافقين. واحنا كمان موافقين. وجري تميم على رهف، وجري حسام على هنا، واتكلموا بصوت واحد، بعد اذنك يا حاج، بس انا ما عنديش بنات للجواز. هنا خدي اختك واطلعوا فوق. حاضر يا بابا. حصل ايه بس يا بابا؟ ناقص كمان تحضنوهم قدامي. ما احنا خدنا الموافقة. يوه ده لسه موال كبير، لسه هنسأل عليكم ونشوفكم مناسبين لبناتنا ولا لا. بابا على فكرة انا ابنك. ولسه هتجيبوا اهلكم. والله العظيم ابنك. ونتفق بقى على الشبكة والمهر وخلافه يعني. اقسم بالله انا ابنك يا حاج. ولا يهمني، مش يمكن ما تبقاش مناسب لبنت اخويا؟ طب من الاخر كده يا حاج، الشبكة وكتب الكتاب والدخلة يوم الخميس الجاي. ايوه بالظبط، والنهاردة التلات، يلا على بركة الله، يلا نقرأ الفاتحة. وقاروا الفاتحة في جو مليان بالفرحة والسعادة والبهجة. ولحد هنا تكون خلصت قصتنا. يا أحلى متابعين في الدنيا بحالها، قولولي رأيكم فيها في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، واستنوني في قصص تانية كتير. بحبكم قوي، مع السلامة.